السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كيف بقيتوا حبيبي الغاليين؟ غادي نرجعوا للفلوغات ديالنا، غادي نرجعوا للمساريه ديالنا كيف كنا مقبل واحسن، لان هذا العام غادي نوريكم اماكن جديده غادي تكون في القناه ان شاء الله بحول الله. غادي نديكم، غادي تساروا معايا في هذا الصيف فين ما مشيت، غادي نديكم معايا اليوم ان شاء الله. اليوم كان 14 جويلية، يعني كاين عندهم هنايا كيديروا احتفالات، كيديروا موسيقى، كيديروا فيستيفال، داكشي مهرجانات، كلشي. غادي نشوفوا من بعد الحجر الصحي كيفاش غادي يكون الاحتفال هذا النهار في افينيو. وانتم عارفين افينيو اللي جا الجنوب فرنسا وما جاش لافينيو بحال ما جا والو، هذا هو اللي كيبان لكم لو بون دافينيون اللي مخرجين عليه الاغنيه المشهوره ديال سور لو بون دافينيون. دابا اليوم غادي ندير معكم دويره خفيفه ان شاء الله معايا، وغادي نوريكم بليصه بليصه ان شاء الله، وتساروا معايا ونشوفوا الاحتفالات اللي دايرين واش كما بحال شحال هادي او ناقصين او زايدين، الله اعلم، ما عرفتش شنو غادي نلقاو. يلا خليكم معايا حبايبي، دابا خصنا ندوزو فوق هاد لو بون هذا، يعني هاد القنطره هادي باش غادي نحبسوا الطوموبيل، يعني السياره ديالنا غادي نحبسوها في الباركينغ، وغادي نقطعوا هذاك الواد اللي كيبان لكم، غادي نقطعوه فواحد الباخره اللي خاصه بهاد البلاصه هادي كتقطع الناس، وهذيك الباخره ديالها المدينه بالمجان، يعني بالمجان كتقطع الناس، كتقيد نهار كامل من الصباح حتى الليل ماشيه راجعه، كترجع الناس بالمجان. اللي بغى يمشي للضفه الاخرى ديال افينيو او اللي بغى يرجع باش ياخذ السياره ديالو. ها انتما كيف كتشوفوا حبيبي الواد، واحد الجو غزال 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 غزال، ويعني للمتعه ننصح اي واحد كان جا لافينيو يجي لهذا المكان الرائع اللي يعني كتهدن فيه الاعصاب، كتعيشي واحد العالم واحد اخر، كترتاحي، كتبعدي من دوك الضغوطات ديال الطوموبيلات، كتبعدي من دوك الضغوطات ديال المحلات ديال كلشي. الناس كتجي لهنا، كاين اللي كيجي ياكل هنايا، كاين اللي كيجي يلعب يدير الرياضه، كاين اللي كيجي يستمتع مع وليداته، كاين اللي كيجي يستمتع غير مع راسو، كيجلس غير بوحديتو يدير موسيقى ويجلس يتصنت عليها، وكاين اللي كيركب في البواخر اللي كتشوفوهم بحال هادي. كيف كتشوفوا البنات هاد تقطع لي المونتاج، كنعتذر، بحال هاد الباخره هادي هادي، هاد الباخره هادي فيها كل شيء، فيها المطعم، فيها يعني فيها لابوات بحال ديال الرقص، فيها كل شيء، يعني بحال اللي كتقول مطعم متحرك وهو فوق الماء، يعني اللي كيجي كيشدو كيركب فيه من الصباح كيدوز فيه النهار كامل، وهو كيتسارى في هذا النهر هذا هذا في هذا الواد، يعني كبير 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 بحال اللي كيدور الدوره على افينيو كامله، عندك فيه كل شيء ما كتحتاجيش يعني حتى لليل. راه ملي غادي نكون نرجع في الليل غادي نوريكم في الليل كيفاش كيكونوا دايرين الاحتفالات حتى هما في هذه الباخره هذه هذه، يعني النهار كامل وانت غادي غير في وسط الماء كتستمتع. دابا الباخره اللي غادي نمشيو فيها هي هذه هذه الصغيره، هذه هي اللي كتقطع الضفه الاخرى. دابا خاصني نمشي قبل ما تقطع ونلقى عاوتاني كنساينها باش ترجع. شوفوا البنات، عرفتي واحد الجماليه ديال البني ديال هاد لو بون دافينيو، يعني هاد القنطره ديال افينيو عندها واحد الجماليه. هنا صافي غادي نطلعوا هنايا في الباطو، يعني في ديك الباخره الصغيره، والماسك ضروري البنات، الا ما كانش الماسك كيقولك هما تشريه بواحد اورو من عندهم هنايا، لان ممنوع طلعي وسائل النقل بدون كمامه. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، غير هذيك القطعه الصغيره اللي كنقطعوا في هذه الباخره، عرفتي فيها متعه غزاله غزاله غزاله، تقولي انني واخا انك تبغي تمشي تقطع ولا بغيت ترجع في هذيك الساعه في نفس الوقت ما كيقولولكش عاوتاني كتولي تقطع، اما الا بغيت تبقى غادي جاي غادي جاي غادي جاي ما كاينش اللي غادي يقول لك شنو كدير، يعني قي النهار كامل وانت في هذه الباخره هذه ما كاينش اللي غادي يقول لك شنو كدير. تقدروا تديو معكم الدراجات الهوائيه ديالكم، تقدروا تديو الى عندكم حيوانات ولا شي حاجه، غير المهم كيكون كل حاجه عندها القانون ديالها. انتما كيف كتشوفوا البنات، وكان واحد الجو غزال غزال غزال. دابا البنات غادي نطلعوا لاكولين، يعني جايه بحال القلعه عاليه الفوق، كتبان لك المدينه ديال افينيو كلها، يعني دايرين تما كاينه هذوك لي جومال، ما عرفتش البنات بالعربيه، هذوك اللي كنشوفوا بهم كيكبروا لك الصور كيقربوهم لكم،
هادوك الا بغيتي تشوفي شي حاجه اللي المدينه اللي بعيده على افينيو حتى هي كتقدري تشوفيها، واللي كيبغي يستمتع في الغابه ولا اللي كيبغي يستمتع يعني وعطيني شكل اخر تم، ومن بعد عاد نهبطوا للفيستيفال الجهه الاخرى، يعني في كيديروا المهرجان، في كتجي كيديروا اغاني اللي كدوز في التلفازه ديال فرنسا، بزاف ديال الحوايج كيكونوا، ولكن هذا العام الله اعلم كيفاش غادي يكون. المهم انا اليوم قررت ندير بكم جوله هذا النهار في افينيو، غير في المناطق يعني اللي هي سياحيه اكثر واكثر واكثر. كتشوفوا هنا كتلقاو البواخر بزاف، ها اللي كتقطع، ها اللي كتمشي فيها النهار كامل. دابا هذا اللي كيخدم هنا في الباخره من قربت للضفه كينزل باش كيدير داك الحبل اللي كيربط به الباخره، وكتلقى الناس كتساين عاوتاني اللي باغيين يرجعوا للضفه الاخرى، وكاين اللي كيلعب عاجبو ديك الركبه في الباخره كيركب وينزل عاود يولي يشد الصف عاود يولي يرجع، وما كاينش اللي كيقولو شي حاجه. هذا هو اللي كيعجبني انا في هذه المدينه، هذه هي انه انها سياحيه وما كتطلبش واحد الثمن بزاف باش تمشي تزوري هذه المدينه هذه، بالعكس يكون عندك واحد الثمن قليل انك تقدري تعيشي فيه، فيه الماكله ديالو يعني ثمن مناسب، مع انه فيه العرب كيديروا فيه لي سناك ديالهم، يعني تقد ان بنادم يقدر يجيب واحد الثمن بسيط يدوز هنايا عطله زوينه هو ووليداته. هنا البنات كيف كتشوفوا خاصنا هاد الدرج كامل اللي هنا، هاد الدروج كلهم اللي كاين هنا خاصنا نضربوهم باش نوصلوا الفوق لهذيك القلعه اللي الفوق اللي هي لا كولين. ها انتم الدروج ماشيين على اليمين وراجعين على الشمال وراجعين على اليمين وراجعين على الشمال وراجعين على اليمين، يعني اللي ما عندوش الجهد ولا ما عندوش كسميتو داير لهم طلعه بالسياره من الجهه الاخرى للناس يعني ذوي الاحتياجات الخاصه او الناس اللي كبار في السن ما يقدوش يضربوا في هاد الدروج هادو كاملين، يعني ديري لهم واحد جهه واحده اخرى باش يقدروا يطلعوا باش الكل يستمتع، ما يحرموش الناس اللي ما يقدروش يطلعوا. او ملي كتكون شي امراه حامله اللي في الشهور الاخيره ديالها مسكينه ما تقدرش تطلع في هذا الدرج هذا كامل، يعني راه كاينه الجهه الاخرى من جهه واحد القصر كيقولوا له هما بالي دو بات، يعني القصر ديال الاب ديالهم تما، راه كاين طلعه بالسياره هنا. دابا غنطلع الدروج، طلعت الدروج البنات قطعت تصوير حتى طلعت للدروج لان اختكم صافي ما نقولكمش ما وصلت لتما كاينه حتى كنت وصلت عند الله سبحانه وتعالى تساليت. صافي البنات ملي كتطلعوا كتلقاو هاد الساحه كبيره هنايا، كل واحد شنو كيدير، اللي كيتمشى كيتمشى واللي عيا كينعس كيشد واحد القنت وينعس. هنا جاي البنات كان هنا السجن، هنا كان السجن قبل ما يرحلوه لواحد المدينه واحده اخرى بعيده هنايا شويش. هذا السجن دابا راهم دايرين فيه الاصلاحات، يمكن غادي يردوه متحف على ما سمعت انا، غادي يردوه متحف وكتطلي على المدينه كامله هذه كلها جهه من افينيو، غير جهه من افينيو والجهه اللي جايه حدا الوات. كيف كتشوفوا السور عالي، انا راني طالعه فوق السور. يعني افينيو مدينه كبيره كبيره كبيره، هذا الجهه ديال القصر ديال بالي دي باب، ودايرين واحد البلاصه للوليدات فين كيلعبوا عاوتاني العكا، عارف ملي كيطلعوا في دوك الدروج مساكن خصهم واحد الاستراحه هنا، ومع الجناب كتلقاو دائما دوك
ديك الزخرفه الطبيعيه اللي جات. عرفتي البنات راه محمقني المونتاج كل مره كيقطع ما عرفتش علاش. قلت لكم البنات كتلقاو ديك الزخرفه ديال الطبيعه وهما محافظين عليها هكاك، مخليين داك الحجر وداك الجبال بطبيعتها ما كيغيروا لهاش في الشكل ديالها، كيخليوها كيف ما هي. دابا مازال ما كملناش الدروج، غادي نزيد عاوتاني نطلع غنتبع هاد الحميمه هادي حتى نوصل للفوق، لان الدروج هنا البنات اللي ما كيبغيش الدروج ما يجيش لهنا. كيف كتشوفوا كاين هنا الماء، دايرين الناس الماء، اللي بغى يشرب يعتق، اللي ما جابش معاه الماء. وعاوتاني كتلقاو زخرفه اخرى ديال الطبيعه، يعني مغارات، ودايرين حداها واحد الشكل ديال الماء هنايا غزال، واحد الحوض ديال الماء ودايرين فيه السمك، وتبارك الله عرفتي بكثره هاد السمك هذا، يعني فيه واحد الجماليه. هاد السمك غزال هانتوما كيف كتشوفوا، كيعطيك واحد الراحه نفسيه. غادي نسكت ونخليكم البنات تستمتعوا بالجو بلا ما نهضر. هاد المكان البنات مخصص بالعرايس، كيجيو لهنايا العرسان كياخذوا صور غزاله غزاله. كاين فيها البنات مقهى، مع انها كانت عامره ما بغيتش انني نصور لكم، اللي بغى ياكل او اللي بغى يشرب شي حاجه كاينه تماك. وهنا الضفه الاخرى اللي كتطل على القصر ديال الاب ديالهم، كيقول لك بالي دي باب. كيف كتشوفوا هذاك التمثال النحاسي المعروف. النهار اللي غادي تكون مفتوحه الزياره في هذا القصر غادي ندخل وغادي ندير لكم فيه فلوق لداخل ان شاء الله، لان توا فيه مآثر تقدوا انكم تشوفوها وتعرفوا عليها. هذه الضفه الاخرى ديال افينيو، كيف كتشوفوا السور عالي، يعني ضروري داك الدروج اللي طلعتهم خاص عاود نهبطهم من الجهه الاخرى. غير هنا البنات فين قلت لكم اللي كيكونوا غيجيو بالسياره، بالنسبه للناس اللي ما كيقدوش يطلعوا في الدروج، يعني يجيو من هاد الجهه هذه ماشي من الجهه اللي طلعنا لها حنا. وتا هي عاوتاني غزاله فيها، تا هي عاوتاني مناظر غزاله، وكيخليوهم ديال الطبيعه وكيزيدوهم بطبيعه الحال الورود. هذه هنايا الماء كيطلع فيها من التحت، هانتوما غادي تشوفوا جاي بحال المغاره وعندها الماء لتحت، وهذه هي البلاصه اللي كيطلعوا الناس
اللي ما قادرينش نطروش. هانتوما كيف كي حافظوا على هذاك النحت اللي كانوا دايرينه من شحال هادي باش ما يبقاوش يقيسوه الناس. داروا ديك الجريده وداروا له داك هانتوما كيف كتشوفوا البنات، هذه هي الطلعه اللي ما فيهاش الدروج. حتى الامهات اللي عندهم لا بوسيت ديال الوليدات الصغار اللي ما غاديش تقدر تطلعها في الدروج الا ما تقدرش تهزها من هنا، غادي تجيها طلعه اسهل. هنا البنات كيف كتشوفوا دايرين تمثال ديال عيسى، دايرين تمثال ديال سيدنا عيسى، يعني كيف كان مصلب ودايرين يمكن دوك المونتاج. حمقني البنات هذا النهار غير قبلوا عليه على ما نلقاو واحد الابليكاسيون اخرى، لان هذه صافي تخربقات. هنا كنطلعوا على ضفه اخرى عاوتاني ديال افينيو، هنا في كيديروا المهرجانات البنات، هنا في كيديروا الحفلات اللي كدوز في التلفازه، كيقول لك انها في ديال افينيو كتكون قدام القصر. هنا خلاص كيبان لكم تمثال النحاسي المعروف. هنا كيف غادي تشوفوا هنا كانوا حاطين هذيك المنصه اللي غادي تبان في التلفازه والاغاني وكل شيء اللي غادي يدوزوا تماك. دابا البنات ما غاديش نخلي لكم الفيديو طويل بزاف، يعني غادي نحبسوا لكم هنا. وهذوك الاحتفالات وكل شيء باش ندخلوا للمدينه ديال افينيو، غادي ندير لكم فيديو واحد اخر باش ما يجيكمش طويل وباش ما تملوش من الفيديو. يلا حبيبي بقاو معايا ان شاء الله بحول الله. غادي نهبط لتحت لهاد الساحه هذه وغنشوفوا عاوتاني شنو راهم دايرين تما، وغادي نصور لكم اللي كاين. يعني كان شي حاجه غادي نصورها ما كان والو، غادي نقول لكم راه ما كاين والو. المهم كتبان لي ديك المنصه وكتبان لي تما كاينه السياره ديال هي كي كتبان لكم مكتوبه تما كاينه خاص ديال التلفاز. يلا بقاو معايا البنات في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.